السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المشاهدين المتابعين قناة العائلة. حنا جيناكم من جديد اليوم تنبغيو نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي تحلية المهلبية، وإن شاء الله اليوم غادي تقدمها لكم الأخت سارة. تفضلي الأخت سارة. السلام البنات، كنتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم واحد سويت مهلبية، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. المقادير عندي هنا: اطرة الحليب، انا درت اطرة الحليب في الكاسرونة وخليت غير كاس باش نخلط به النشا. عندي كاس سكر، نص كاس نشا، فاني، وللتزيين عندي الكوك، البيستاج، وشوية زبيب ومزهر. نبداو على بركة الله. بسم الله، نديرو الحليب ديالنا يغلى. عندي هنا غنخلط شويه النشا مع الحليب. ما بغيتش ندير النشا على الحليب سخون باش ما يتكورش، داكشي علاش غنخلطو في البارد. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وديروا جيم للفيديو وتخليوا لي تعليق، ومرحبا بجميع التعليق ديالكم. هنا بعد ما كنتاكدوا بان النشا داب مزيان في الحليب، حاولوا ديروا الجناب باش ما يبقاش يكور لينا، غير كيتجمع هو. نبقاو نخلطوا ما نوقفوش يتحرك، ضروري باش ما النشا ما تكتلش لينا وما يتكورش. باش البوطه باش ما يشربش الحليب، وهنا ندير على حسب الذوق السنيده. انا ندير شويه على حسب الذوق. غنبقاو نحركو حتى يتقال عندنا الخليط. وعندي هنا جهد معلقه ديال مزهر غير للتنسيق، اللي ما عندوش مزهر يقدر يستغنى عليه. نحاولوا ما نوقفوش من التحراك حتى كما قلنا النشا بغيت تكور. ندير شويه ديال الفاني، جهد 7 غرام. نحاول تحركو تحسو بلي الخليط ديالكم تقال. نبدا شويه كيتقال، حاولوا ما نوقفوش من التحراك حتى يلصق لتحت. ما بغيناش النشا ديالنا يلصق لتحت، حيت الى لصق ما غاديش يتقال عندنا الخليط.
هو بدا شويه كيتقال كما كتشوفوا. الا بدا كيتقال عرفوا بلي راه نجح معكم الخليط. شفتوا كيفاش بدا كيتقال؟ كيولي بحال الكريمه. نجيب الكيسان ديالي ونبدا نفرغ الخليط في الكيسان. بسم الله. نتمنى تنال الوصفة إعجابكم، هي ساهلة شفتو مخدات معنا حتى 5 دقائق. كاع اللي كيبغي لمحبي السويت ما شاء الله، ريحة الفاني طالعة وريحة الزهر. نوزعو على الكيسان ديالنا حتى نقسمو كمية. نمسحو جوانب الكيسان. دابا نبداو التزيين. انا هنا عندي بيستاج ونزيد شويه ما نكونش بخيله. ودابا غندير الكوك، انا تعجبني الكوك. الزبيب ديما كيتماشى مع الكوك. اللي عنده فواكه جافه القرقاع اللوز علاش لا، بالعكس كيجي زوين في المهلبيه. ودابا نخليكم ندخلوا الكيسان ديالنا يبردوا في الثلاجه ونتلاقاو من بعد 3 سوايع. السلام البنات، رجعت لكم من بعد ما برد لينا المهلبيه ديالنا. ودابا غادي نوريكم كيفاش جا في الاخير. تبارك الله كريمي وعاقد كما كتشوفوا، عاقد ما شاء الله. كنتمنى تجربوا الوصفه وتخليوا لي التعليق ديالكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا جيم للفيديو. ومع السلامه.